ورجعت لكم أعزائي المشاهدين بفقرة جديدة ومعلومات جديدة. اليوم بفقرتي راح أحكي عن المشمش. فوائد المشمش: يحتوي على نسبة عالية من الأرياف ومفيد للقلب ومصدر غني من المواد المضادة للأكسدة، ويحتوي على البوتاسيوم وعلى الحديد ومفيد للوقاية من السرطان ومفيد للجلد ومفيد للروبة ومفيد للعظام. وبهيك بتكون خلصت فقرتي لليوم. اليوم بفقرتي حكيت لكم عن المشمش. لاكون السبت الجاي فقرة جديدة ومعلومات جديدة. مع السلامة.